هنا في الحاضرة الوطنية لجرجرة وعلى ارتفاع ما يقارب 2000 متر على مستوى سطح البحر، حيث لا تزال الثلوج متراكمة، ننقلكم في هذه الرحلة عبر مناظر الحاضرة الآسرة بتنوع أصنافها الحيوانية والنباتية. تيكي جدا أو عروس جبال جرجرة كما يحب أن يسميها البعض، هذه المحطة السياحية الواقعة على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، والتي تمثل أحد أهم أجزاء الحاضرة الوطنية لجرجرة المحمية عالميا. هذه الحديقة الطبيعية الغناء بأنواعها النباتية والتي يفوق عددها 1500 نوع، كثير منها نادر الوجود في غيرها، ومنها ما لن تجده خارجها عبر جميع أنحاء العالم. فأشجار الأرز الباسقة الممتدة أغصانها في تناغم وتجانس قل مثيله داخل غابة متنوع غطاؤها النباتي في جو ملؤه الهدوء والسكينة لا تكسره إلا زقزقة العصافير التي يزيد عددها عن 214 نوع، وخرير المياه العذبة المتدفقة من الجبال الصخرية والتي تضفي جمالا وتألقا على المكان الذي يقصده الكثير من الزوار بحثا عن السكينة والهدوء بعيدا عن ضوضاء المدن وزخمها. احنا زائرين من ولاية المدية لولاية البويرة وخاصة منطقة ججرة اللي عجبتنا بزاف، مع الذكر أن لأول مرة أنا نجي لهذه المنطقة اللي كنت نسمع عليها وكنت نشاهد فيها في التلفاز ولكن ما كنتش نعرفها مليح، ولكن اليوم أنا جيت لها وشتها وتمتعت بالمناظر تاعها الخلابة خاصة الثلج، ونتمنى للزوار إن شاء الله كذلك يجوا هنا يتمتعوا، خاصة العائلات اللي تشتاق إلى الجو العائلي هذا المحترم. نقول لهم باللي هناك مناطق محترمة ومناطق محروسة، مناطق جد رائعة. عجبتني يا هذا المكان، شفنا القرد وشفنا حيوانات وشفنا التلج، طلعنا لفوق كاع الابي، طلعنا 1 كيلومتر لفوق الجبل. جينا لهنا لتيك جدا بور لا بروميير فوا، سي مانيفيك، عجبنا الحال بزاف. كاين لا ناتور، كاين جبال، كاين التلج، مازال حتى دوك التلج، بورتو رانا في الربيع. بون سيكوريتي كاين الحمد لله. ولاشباع فضول زائري المنطقه في اكتشاف ثرواتها النباتيه والحيوانيه بالخصوص، والتي قد لا تتاح لزائرها فرصة رؤيتها على الطبيعة في ظل شساعة الغابات وكثافتها، فإن متحف تيكي جدا يضم جميع هذه الأصناف التي استرجعها القائمون على الحاضرة من غاباتها المنتشرة وقاموا بحفظها وعرضها للزوار. وعلى مشارف أعلى قمة في سلسلة جبال جرجرة وبمنطقة إعكوكر التي يزيد ارتفاعها عن 2000 متر عن سطح البحر، تجد هواة التزحلق على الثلج قد اتخذوا من سفح الجبل ميدانا لإشباع رغبتهم في التزحلق واللعب بالثلج في عز فصل الربيع وتحت أشعة الشمس الدافئة. ولمزيد من المتعة والفرجة بمحطة تيكي جدا للعائلات التي تقصد المكان في العطلة الربيعية بالخصوص، فقد رسمت ولاية البويرة مهرجان تيكي جدا الثقافي الذي عرف في طبعته الرابعة تنظيم أمسيات غنائية لمختلف الطبوع الفنية بالمنطقة. مهرجان هذايا بدا صافي 4 سنين، تيكي جدا هذه ما كانش 10 سنوات كانت ممنوعه للمجتمع، ممنوعه. حنا درك رانا افتخار كبير ان تيكي جدا راهي تلايم الناس حول الثقافه، حول الفن. نظمنا اوسي دي روندولي بيداست، دي روندولي تحويسات حول الغابه مع ان غيد سبيسياليزي باش يوري للشبيبه ومن الناس الكبار باش يعرفوا باللي الجزائر الحمد لله عندنا ان بارك كي دوات تتر كوني اوسي بيان بار لي زونفون كو بار لي زاتود. وقد نظمت مصالح الولايه معرضا للصناعات التقليديه والحرف، عرض فيه حرفيو المنطقه مختلف المنتجات المحليه التي تعبر عن تقاليد المنطقه واصالتها الضاربه في جذور التاريخ. مثل الحرفيين تاع بورا، انا خاص الاخر الرسم تاع الاخر نرسمو على الفخار على لي طابلو. ندير الماكله التقليديه، ندير شاركت قداه المهرجان، شاركت قداه الولايات، مثل ولايه بويرة. ندير الماكله التقليديه فيها تشوفوا بعينكم المحاجب، المسمن، الرفيس، المثقبان، ندير كل حاجه. انا في الصناعه التقليديه حرفي في صناعه الحلي التقليديه كما راكم تشوفوا، جبنا المنتوج تاعنا نعرضوه على الناس هنايا في ايام العطل.
وبين خضرة الغابات وبياض الثلوج وشموخ الجبال قصة تحكيها تكجد لزوارها، ملؤها المتعة والفرجة في مجال السياحة وخصوصا البيئية والجبلية منها.